شنو قرار؟ سلم خلاص معي هبل، هذا اللي بيسويه هبل، قتل شعبه السنوار، قتل شعبه. وين العدالة؟ هو هذا الحكم اللي بيحكمنا يا سنوار وهنية؟ ابن المسؤول الحمساوي بقى عمره 20 سنة وإله سيارة وإله جب وإله عمارة ومتزوج وإله كل ما يملك، وابن أولادنا لا يملكوا من الحياة شيء. إذا حكيت لك إنه حماس دمرت غزة شو بتقول لنا؟ هذا إشي أكيد، إشي أكيد يعني. تمام، هذا صحيح سبب. بعديش بالنسبة للمقاومة اللي تيجي تخبى بين الناس، ليش تخبى بين الناس؟ يروح الجحنم يتخبى. يعني هذه شهادات من الأشعار اللي ضموا البلد. قول يا أبو الحميد أنت أكبر حميد. يا علي ويا عباس، يا علي ويا عباس، وين الكهرب وين الغاز؟ وين الكهرب وين الغاز؟ احنا دفعنا الثمن، تذكرة حماس احنا دفعناها، احنا دفعنا التذكرة لها. بدي أوجه رسالتي إلى حكومة حماس، حسبي الله عليك، والله يلعنك ويلعن أبوك ويلعن اللي جابك، والله يلعنك يا سنوار يا ابن الكلب، حسبي الله عليك دمرتنا يا ابن.